مشاهدينا، وللوقوف على آخر تطورات المشهد اليمني بعد فشل تمديد الهدنة بسبب تعنت ميليشيا الحوثي، ينضم إلينا عبر سكايب من أمستردام أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء الدكتور عبد الباقي شمسان. السلام عليكم دكتور. أهلا وسهلا. وعليكم السلام، حياكم الله. بعد انتهاء الهدنة في اليمن، بماذا تفسر موقف ميليشيا الحوثي المتعنت من مقترح تمديد الهدنة؟ أولا، هذا التضخيم لأن عدم الذهاب للهدنة ربما يقود إلى احتراب وإلى يعني كلفة وطنية وإقليمية عالية. هذا التضخيم أعتقد أن لم يشهد المجتمع اليمني هدنة على مستوى الداخل، الهدنة هي على مستوى السعودية والإمارات. الحقيقة لم تكن هناك هدنة تقصد؟ نعم. اثنين، هذا التضخيم للحديث عن الهدنة هو محل اهتمام مبعوثي الأمريكي والأمم المتحدة والدول المهيمنة على القرار، بحكم أنهم لا يريدون أن تحدث قطيعة من تمديد الهدنة بحيث يحافظ كل طرف على موقعه الجغرافي والعسكري والسياسي، وبالتالي يخلق حالة من الديناميكية التعايش المنفصل، بمعنى كل طرف يحافظ على جغرافيته، وبالتالي أي توقف للهدنة سيؤدي إلى تغير المعادلة. العنصر الآخر أيضا، هم يبحثون، الأمم المتحدة تبحث عن حامل جماهيري لداعم للهدنة، بمعنى أنهم يرفعوا مستوى الخطر والحديث عن الهدنة بحيث أن المواطنين يشعروا بالخطر وبالتالي يقبلون الهدنة ويدافعون عنها، بينما كل الأطراف في اليمن غير جاهزة للذهاب لهدنة. الكتلة الوطنية تعتقد أنها يعني تريد إنهاء الانقلاب، وبالتالي الهدنة أولا الهدنة حتى الهدنة مع الحوثيين لن تقود إلى السلام مطلقا، لأن الحوثيين لن يذهبوا إلى السلام، هم يلتقطون الأنفاس، يعودوا التموضع، ولهم مخطط آخر بعد هذه المرحلة يتمثل ب مزيد من الاستيلاء على كسلطة واقعية ورفع شعارات جديدة تتعلق بتحقيق الوحدة اليمنية، بإخراج الاحتلال السعودي الإماراتي. نحن أمام معركة طويلة، نظرا لأن هنالك أهداف متعلقة بالهدف الأساسي والرئيس، وهو البقاء الحوثيين واستهداف المملكة العربية السعودية كهدف رئيسي لدى إيران، وهناك مفاوضات بين الأمريكان وإيران، وهناك مفاوضات بين السعودية والحوثيين، وهناك مفاوضات بين الإمارات والحوثيين. إذن نحن أمام ملف إقليمي، الوكلاء المحليين أو الوكيل المحلي لإيران وللإمارات في الداخل، وطبعا السلطة التشريعية النظرية، هم تحت الضغط الدولي لأنهم كانوا قد أعدوا العدة من خلال إنهاء سلطة عبد الرب منصور هادي وإيجاد مجلس رئاسي جديد، يعني أنهم يعدون العدة إلى توسيع المجلس بما يحتوي الحوثيين، وهذا طبعا يحقق أهداف الولايات المتحدة والدول المهيمنة ولا يحقق أهداف. دكتور، عفوا نستميحك عذرا، هناك مشكلة ربما. تمام، تم إصلاح المشكلة. سؤال هنا، ما المنتظر من المجلس الرئاسي اليوم، المجلس القيادي الرئاسي في اليمن، بعد موقف ميليشيا الحوثي الذي ذكرته؟ المجلس الرئاسي لا يستطيع صناعة القرار، هنالك يعني تحالف الإماراتي السعودي هو الذي يصنع القرار. هذا المجلس الآن كان عندما تم صياغته اليمنيين انتظروا منه أن يتحول إلى ما يسمى سلطة الإنجاز، بمعنى أن يكون لها شرعية الإنجاز، لكن أيضا فشل أن يحقق ذلك، وهذا جعله الطرف الأضعف في المعادلة. بعبارة أخرى، هناك طرفين، الفاعل السياسي غير الدولة في المناطق الجنوبية وفاعل آخر في صنعاء، وأضعف طرف هو السلطة الشرعية، وبالتالي حتى يتم قصف الجيش الوطني ومماثلته بالإرهاب وإلى آخره، بالتالي هو مهمته وظيفية، بمعنى أنه عندما يتم إيجاد حل توافقي وكأنه يمثل السلطة، وبالتالي هناك توافق بين السلطة وكأنها السلطة الشرعية قد وافقت، وهناك موافقة الأطراف للذهاب إلى النموذج العراقي، وهنا النموذج العراقي بمعنى النموذج المتعدد عقائديا والمتعدد جغرافيا، وهذا هو ما يرسم لليمن، بمعنى أن يكون عبارة، بدل ما يشكل دولة وطنية تنصهر فيها كل الهويات
المناطقية في هوية نعم، وطنية تبرز الهويات الفرعية. نعم، إلى أي مدى والعقائدية. سيؤثر موقف ميليشيا الحوثي اليوم على أوضاع النازحين، الأمن الغذائي بشكل عام في اليمن، حيث تسيطر على ميناء الحديدة؟ التأثير الحوثيين على الحياة المواطنين تأثير بالغ، لأن هذه الجماعة تنهب الأموال وحتى تبيع المساعدات الإنسانية وتنهبها وتحيلها مجهود حربي وتستولي على الأموال وتدفع مرتبات. هي لا يهم، لا تهتم، الميليشيات العقائدية التابعة لإيران لا تهتم بالكلفة الوطنية، تهتم بتحقيق أهدافها مهما كانت الكلفة. دمرت سوريا وشرد الملايين وقتل ملايين السوريين، ولا تكترث السلطة السورية أو إيران، وكذلك اليمن لا تكترث إيران أو الحوثيين بالكلفة الوطنية والإنسانية، فقط تحقيق الأهداف والحفاظ على الجماعات العقائدية أقول، وتوظيف الجماعات التابعة والداعمة لهم ووضعها وقود. بالتالي الحوثيين لا يستطيعون صناعة قرار يعني منفصل عن المفاوضات الإيرانية الأمريكية، عن المفاوضات السعودية الإيرانية، عن المفاوضات الإماراتية الإيرانية، هذا كله متداخل. كذلك الضغط الدولي عليهم، هم سيحاولون ابتزاز المجتمع الدولي وابتزاز المجتمع الإقليمي وابتزاز حتى الجماهير الداخلية، بحيث يفتحوا مطار صنعاء ويبقوا في تعز، بمعنى أنهم لا يرفعون الحصار عن تعز، ما يبقوا في المدينة، وهذا يعني خطأ استراتيجي كبير، بمعنى أنه انتهت المرجعيات الثلاث وأصبح الحوثيين غير مطالبين بالانسحاب من صنعاء، بل غير مطالبين بالانسحاب من بقية المناطق. وهذا سؤال أخير دكتور، إذا هل تجد أن هناك رابط ما بين ما يجري في إيران اليوم من تظاهرات ضد حكومة الملالي في إيران وموقف الحوثي المتعنت في اليمن حتى وإن كانت الهدنة صورية؟ هذا مرتبط من حيث امتصاص المشهد، بمعنى أنت عندما تريد أن تخفف الضغط الإعلامي على إيران عليك أن تقوم ب يعني رفع يعني إيجاد حدث آخر مقلق للرأي العام يشد الأنظار إلى مكان آخر، وهذا يساعد فقط من حيث يخفف تسليط الضوء على ما يحدث في إيران. بالتالي هناك تخادم، بالتالي حتى حزب الله ربما في المستقبل أيضا يقوم بإلقاء خطاب تهديدي، بحيث أيضا يمتص جزء من تسليط الضوء على ما يحدث في إيران. هذه عمليات ما يسمى تشتيت الرأي العام، عدم تكثيف الخبر الإعلامي على جزء معين. هذا يحدث في صناعة الرأي العام وفي كيفية التعامل مع وسائل الإعلام، هذه مهمة. أعتقد أن أيضا هذا يخدم، ولكن أيضا ليس فقط يعني تخفيف الضغط على إيران، إنما أيضا المجتمع الدولي هم يعلمون أنه يسعى بشدة إلى إيجاد هدنة. المجتمع الإقليمي كذلك، هم يستثمروا كل هذا التوجه الدولي والإقليمي ويحاولون تحقيق أكبر قدر ممكن من الفوائد مؤقتا، لأنهم سيعودون للاحتراب في مرحلة لاحقة، لأن المشروع يقوم على التفويض الإلهي ويقوم على تحقيق الأهداف، والهدف لا يتوقف في اليمن بل يتوقف في المملكة العربية السعودية. نعم. ويتوقف في بقية الجغرافيا اليمنية. نحن لسنا أمام جماعة تسعى إلى تحسين موقفها السياسي، بل إلى استعادة السلطة والحق في الحكم باعتبار الحق الإلهي. نشكركم الشكر الجزيل من أمستردام، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء الدكتور عبد الباقي شمسان، شكرا جزيلا لك.